تعقد لجنة التنفيذية اليوم الاجتماع الأسبوعي ديالها بمدينة مكناس. علاش مدينة مكناس؟ لأنه في إطار فعاليات المهرجان الوطني للشباب والطلبة الثالث اللي كتنظمو الشبيبة الاستقلالية. اليوم غادي تعرف مدينة مكناس الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان في ساحة عمومية اللي كيضم 5000 شاب وشابة من مختلف أنحاء المغرب. وبالتالي اللجنة التنفيذية حريصة على أنها تحضر لهذا الافتتاح الهام، لأنه غادي ندشنو به افتتاح السنة الدخول السياسي والاجتماعي ديال هذه السنة. وبالتالي ارتأت اللجنة التنفيذية أنها تعقد الاجتماع ديالها اليوم في مدينة مكناس لهذا السبب. الاجتماع جدول أعمال ديالو غادي يصب في مجموعة من القضايا اللي كتهم الساحة السياسية، وخصوصا هذا الدخول اللي غيكون دخول ساخن مع مجموعة من القرارات اللي شعبية ديال الحكومة، وخاصة اللي كيدفع على السطح اليوم هو المشروع ديال الإصلاح بين مزدوجتين التقاعد. إذا هذا موضوع كيستأثر باهتمام اللجنة التنفيذية. كذلك للبرنامج ديالنا اللي غادي نشتغلوا عليه السنة المقبلة، وحنا كنحضروا للدخول البرلماني، ميزانية ديال 2015، مجموعة ديال المحطات اللي غادي يكون عندنا فيها دور اساسي كحزب معارض. وكذلك غادي نناقشوا قضايا الشباب، لانه اليوم حنا غادي نفتتحوا المهرجان الشباب، وحنا مقبلين على المؤتمر الوطني 12 الشبيبه الاستقلاليه، وبالتالي قضايا الشباب كذلك سوف تستاثر باهتمام اللجنه التنفيذيه.